بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله برانشو حاجة أنا وطلع قلني وعي قلنتا قيسسكو إني يعني جريتان كودا إيو نولو ونكسن كنولا أنشو هو هذا إن لقوة قيب غاتو وحاجة لكن مشاكلة صوبة بحا قارهان دالين يرادا رنتي أيو بهينهن إن لقلها الله تاسو أه يعني حلي يدا يعني مناسب كوكو أه هدي حتى لكالتاقا أيو إن لكالتاقا لغو أديو أين نقولين مركل إسكو حناقبة ولك التغي تحسن حنقول جذا يعني سؤالها أقول بدن إذا يرضوا أنت هولها السمايان علماء ماذا كل صور لعبتنا يا وحكم إذا سداس يوم كفري سنتي من كلا تجني وان حناق سنة ساس مودين وحيابنا عاص أو كلا مرك الإسلام كأنه يعني مرك هربا وجذي ودوين لامرة جور كمركل السمايان أيه يهدي جور كاسي يعني وسعون واي مرك دمبه ودك على أثناء لاقة بحه مرك هدي قفل بقى إلى عليه شرعه سيد وياهي مرحلة كستقول الجوجو واحد يبعته أو كإيمانه مجرته مرك هدي يعني خلافات يحيابة إسوع قال عن قيسك مرك هو الإسلام كله قادو لي إن يعني لوضع قفي وعدي ونحمر أو لسوا عذيو أو دين تلسوا شيء أو لسوانيو أو دبعته ذا إلى ذا محيه هذي بربر قيس لقى شيء كيو أو يعني قادي هذا لسوا عقل عليه كدي بتلابوين كله أو يعني نوع يعني عنان أو كلاء يا عدنا كسيجرو أو جور قد يحدث مثلاً إنه كله هجرو ذو مثلاً جرع سير أو عن بر نكيني نحنون نكيني إنه ضرباً غير مبرح ليه هذا أنت صديق يعني وحبك سواء أنا سعدان وياه بنانك جدي لقبته أو لبذا لنعك السعداء أو لو هلا أو يعني هالشيء الخياديو وقدام بيز تهدي أنت صدام وحبك تري وياه إن ليه هذا هدنا مركل كل التجايو محل جاي مناسب كوا وحيته أو طلاق السنة اللي يلا هذا تبدي عادة يكون عظيم وعادة ذيك قبيس تي وعن لس أركن مركل إنه قاديو مركل تاسوا فيه وقرشة دين تو أي سي قرشة سي أو أي مراحل ويا شيء لكن نقص ومالي النهاية أيضاً حلقة يا بعادة ذيك قبتها إنه فرق وحد عكر تا أيضاً يعني أنتوا إس أركان إنه فرق أو صن لا كأدين نحل جي مناسب كأها وحسن إكينيسو إن إس عرضي كريه إن أنت كوب بعضه وهذا نهدو لك شاء الله يقول لي هذا وحن لور هذه قيل هن لور هذه أساس وما إن ملينين مرة أنا وحن كلات لنا هنا هذه ظروف خاصة وكلا قبضان ومرك غاركوا ذا عكر تا يعني جبرده والله عه أما جبرده حنا أحسن أيام جبرده أنت بدن وحي استعمالان ماشي لو قلنا ماين لها اي كبل لابانو عاد فضل ايا بضان افر اي اسكير اهدان مضح اي اسي اي اي دهان مركين اي سنويلشو انتاش كدك دقينو اي كحيال دايستان او افكو اذو اونا برانين ان يعني او سوا قبتو لفتق لي اذا فرينكا حيال دو مر افكي سكسوا بحق امان ماها ويقول لما تيو يعني خلاص وان فري مالها دو يري يعني فرينك يعني ورعا يا كوا وحان اراني وان فري انتاي دهان هدانا ولما جيدين هدانا يعني دهايا يعني ولما جيدين مدى اللي يريهدو ما أهمدة وان فريدة أي صوب حذي، وأهمدة كسب سن مثلاً كناية اللي يراه ده أو مثلاً وقف كده هاي أو كله، حاسك وكله هاي أرد خير كين آد أو كله، مرك خير كين آد ومحد ولا جيدة اللي ودينها، إن خير كصوب وقتان ولا جيدة، أنت أنا عريس نهينا إيجا مغناطه، لكن ولا مجيدين فرين هدو يراه ده فرين ما نقناه، لكن هدو الله فدك فرين كاستعماله ويراه ده وان كفري ويراه ده. نيدي صدق دون تيسن كأهين إنه فرو لكن ظاهر كأي الحكم من عيا تلاقى صور عيا وعكل أحكام أو أبهن إني علينا لسكبر رجيو مركي مثلا فرين كاس ورعه قبله هو حي قال المرحلة عددة عددة وحي تهيم وأنت قلنا حي سنك يهارة ينن دمبه هدي وجرسنايو سلوا كلا إلى عليو عرورتي إن إسكو درس مان مركي مدة يا قلنا حي سا مدة سا عددة ليه هذا عددة سوين كوي كل دوينهن كوا وليق وكل عنا سدح ديق أيال ربع هنا يترسلان وسدح ديق مركو يكده معذان وظاهر إنه قطع يجورسن كرتا لكن أيضا سدح ديق عن كده معانين كل حجيت سدح ديق لما جورسن كره أما هدي مثلاً نين كذي أو لنتو أكله هدا أور لهذا هنا أنت كده ليسو أي أصيد وضيسا هدا هنا أور لهينا أفر بلاد يتبنبري أي أصيد يسعون يسا أنت أي مركب مرحلة داس كجرتنا أيضا لما جورسن كره أو واسداس وحنقوله لجورسن كرين مركب الحرمية هاي وحاجك هي للجوجو إنا أيضا النكاح أن الرهيدين أو مركز سي أنا أقول عن هذه أنت اسمك حسن هذا هو دنيا سوت تجان حاجك يقولنا يا كيف السعادة يا مركز أحكام بدن أساسه كله إلى عليه أي إسلام كونه جدينا يا مركز قيسسك إنا يعني برتان بل هابك يعني جورك أقوله هابك جورك مركز أقوله الله وذا نغمه دستور كي نرش قيسك كم معمولا لهاين
inay si isafgarada ay isula meel dhigaan oo isku ogaadaan oo yaani ay ilaaliyaan wixii isku ogaayeen ay ku heshiyeen hadii uu socon waayana yaani hadana jidkii yaani loogu talagalay in la maro hadii jidkaas la maro ka bacdina markiiba inaan la kala boodin ayada naftii soo guurkii yaani uu dhamaaday oo la isfuray ay hadana ciddo la sii daba dhigay ciddaas waxa la soo loo daba dhigay waxaaba laga yaabaa carad intay baabaado qof walba nicmada markuu ku jiray ee reerka ahaa aad umuuna dareemaynin laakiin markay kelinimada soo baxdo oo qof walba uu habeen gurigiisa gaarsa u seexdo inuu ilaahay wartii hore malaha ku roonayd marka inaan markiiba la kala boodin oo guryahoodii gabdhihii ay joogaano yacni lacala allah yuxdithu bacda dalika amran waatu ilaahay ilaahay intaas waxaa la sii dabahayaa caana daatayga dabadooda waa la qabtaaya in reerkii weli wada jiro oo laisku soo noqdo ayay diintu dhiirigelinaysaa hadday ciddadu dhammaato oo gabadha ciddada ay ka dhammaato oo niman kale iyo ay guursan karto xataa ninkii ciddadu ka dhammaatay ee laakiin dalqadaha aan iska dhammaynin markii hore hal intuu ku furay ama laba uu ku furay ay wax u sii dhinaayeen haddii ciddadu ay ka dhacda xataa rajactu buuna dhahaynin waan soo ceshtay buuna dhahaynin uu guursan kara asagoo nin kale ayna gabadhii soo guursanin maxaa yeelay waxbaa u dhiman dalqadihii ayaa wax uga dhiman yahay markay saas noqoto oo niman kalena ay soo doontaan asagiina uu danaynaya inuu yacni guurka qayb ka noqdo oo uu guursado oo intii ugu dhimanayd uu ku qabi doono qur-aanku wuxuu tilmaamayaa in loo hiiliyo ninkii horey gabadhan u qabi jiray oo ilaahay wuxuu uri wa bucuulatuhunna axaqu biraddihinna fii daalika in araaduu islaaxa nimankoodii hore ayaa u xaqnimo badan inay soo ceshtaan oo yacni nimanka kale ayagaa uga dhow maxaa yeele waa dad wada dhaqmay waxaa laga yaabaa khaladaadkii shalay ay ku kala tageen in mid walba gaarkiisa u soo soxo marka diinteennu dadkii oo kala tegay xataa ayay weli sii daba socotaa inay isku soo celiso ayay rabtaa intaas waxay ku tusaysaa ahamiyada uu qoyska yacni uu leeyahay iyo diinta islaamku sida ay u ilaalisay marka sidaas haddii aynu u wada ilaalino wax fiican ayaa inoo soo baxaya guryasaman waxyaabaha ka shaqayso waa inay qoysas isku hayso isku celceliso nolol wanaagsan ay ku wada noolaadaan sharciga iyadoo la ilaalinayana lagu qaydnaado qof walba wixii waajiba xaggiisa jira gabdhuhuna xaq ayay leeyihiin wiilashuna xaq ayay leeyihiin gabdhaha wixii xaq ee lagu leeyahay ayay iyaguna leeyihiin walahunna mitlu ladii calayhinna bilmacruuf walirijaali calayhinna daraja wixii xaq ee lagu leeyahay bay iyagana leeyihiin oo in loo qabto ay tahay ragguna waxay leeyihiin gudoomiyenimadka guriga iyagaa iskale oo arijaalu qawaamuuna cala nisaa sababtoo ah wabimaa anfaquu bimaa fadala allahu bacdahum calaa bacdin wabimaa anfaquu min amwaalihim xagga mas-uuliyaddana way ka adkaysi badan yihiin haweenka xagga kalena kharash badan ayaa ka galay oo shirkadan ayaga ayaa asaasay qofku marka shirkadiisu inuu iska baabiiyo diyaaru maaho aad ayuu u ilaashanayaa halka laga yaaba gabadhu inay si sahlan u dhahdo shirkada hala kala diro waana xigmadda ilaahay uu nimanka gacanta uu geliyey inay fureenka ayagu lahaadaan ee gabdhaha aan loogu gelinin marka diinteennu sidaas ayay qoys fayow oo qiimo badan ayay u dhistay dhammaan qoysaskuna inay saas u fiicnaadaan oo sharciga u wada ilaaliyaan si nolol saciida ay ugu noolaadaan ayaa loo baahan yahay dhammaan ummadda waxaan u rajeynaynaa insha allah inay ku noolaadaan usar saciida waxayaad saciida waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيضا أولوغي هي أهمية أولية هي برنامج كا بلشدة كحرير سوشيال ميديا هي أرهمها كسابسا وحلقا عصري على النقضي لدى كنتي آديات سامين أولى أيا وحان بلشدة صوماليا ملك سيدون كجوغان أن لو ذاقينا إنا أفرني بيج كفران مقعيقا أو لنا هذا بيج كشعب عبد الحي أو يوتيوب كا kaas oo lasoo gelin doono barnaamijyada aan ugu talagalay in bulshada lagu wacyigeliyo oo ay ka mid tahay khudbada jumcada ee isbuuciiba mar baxda ee magaalada muqdisho masaajidka cumar ibn khadaab ka baxda iyo waxyaabaha kale aan isleenahay baahi ayaa markaas ummaddu ay u qabtaa inaan yacni aan usoo bandhigno waxaa kaloo jiri doona su-aalo oo runtii dadku ay aad yacni isu weydiiyaan oo ana iisoo weydiiyaan inaan fursad u siino facebooka inaan isbuuciiba mar aan kusoo bandhigno mawduucyo markaas aan isleenahay muhiim ayay bulshada u yihiin ayagoon wixii su-aalaa ay qabaan ay halkaas kusoo qori doonaan kadibna aan jawaabta usoo dhigi doono bejka youtube-ka aan ku leeyahay bejka sheekh cabdiraxay marka dadweynaha soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin sida aad uga qayb qaadataan wacyigelinta bulshada kolba barnaamijka qiimo leh meelahaas lagu soo bandhigo aad marka aad uga sii qayb qaadataan iyo dareenka runtii wacyiga sareeya aad yacni kaga falcelisaan hadba markii duruufta iyo mawduucyada halkaasi ka jira ee la maraayo marka waxaan leeyahay kusoo dhawaada bejkaas insha allahu tacala waxaan rajeynaynaa duruus laga faa'iidaysto iyo macluumaad muhiim u ah nolosha dadka isla markaasna diinteena islaamka iyo faafinteedana qeyb weyn ka qaadan doona inaad halkaas ka heli doontaan marka saa ula socda waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu